وللحديث عن تطورات المشهد في اليمن ودور إيران في تأجيج الصراع في ظل محاولات تمديد الهدنة، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، سعدتم بالخير مساء. دكتور، حراك أممي ودولي لتمديد الهدنة لستة أشهر قادمة، هل ترى أن هذه التحركات ستنجح رغم انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة؟ طبعا اولا هناك الحوثيين طبعا يستثمروا في هذه التمديدات، يستثمروها في عبث التموضع، التقاط انفاس، تحقيق مكاسب بالاعتراف بهم، لان الحوثيين على ارتباط بالاستراتيجيه الايرانيه للميد الحوثي وحزب الله وسوريا والعراق، هم جمله مدخلات في اطار اداره التفاوض الايراني، وكل طرف من هؤلاء الأطراف هو طرف يعني وظيفي يتكامل مع الاستراتيجية وليس منفصلا عن ما يحدث من مفاوضات. هذا مهم. الضغط الدولي الذي يتحدث عن الهدنة هو يريد خلق واقع جديد متعدد الأطراف، بمعنى أن ربط الحديث عن الوضع الإنساني، الوضع الإنساني في اليمن معروف، والحديث عنه وتكراره أثناء الحديث عن الهدنة هذا توظيف سياسي واستثمار للضغط على الأطراف، هم يسمون أطراف النزاع، بينما ليس هناك أطراف نزاع، هناك سلطة شرعية وهناك انقلاب في الشمال وانقلاب في الجنوب، بالتالي هذه أطراف انقلبت على المرجعيات الدولية والمحلية، وبالتالي تم قبولها كطرف من أطراف النزاع. إذن المجتمع الدولي سيضغط، أين يأتي الاستثمار؟ الاستثمار يأتي أن إيران تدرك ماذا يريد الغرب، يريد الغرب البقاء هذا الوضع سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في لبنان، هذا هو النموذج الذي يتم تعميمه في منطقة الشرق الأوسط. إيران تدرك هذا، والولايات المتحدة والأوروبا تضغط على إيران فقط لتحديد مساحة النفوذ، بينما بقائها في المنطقة وتهديدها في الشرق الأوسط هذا خدمة تقدمها لإنهاء المشروع القومي والإسلامي لاستنبات إسرائيل في المنطقة وتعزيزها. يعني إيران تقدم خدمات، ولهذا هم يريدون فقط يعني تحديد مساحة النفوذ مع مساعدة إيران في إنهاك الدول العربية التي بدأت تتشكل وإيجاد فاعلين غير الدولة كما هو الحال العراق أو اليمن. وهذا ما يفسر دكتور ربما تهديد ميليشيا الحوثي مرة بإنهاء الهدنة والهرولة مرة أخرى من أجل تمديدها. على كل الأحوال دكتور، بحساب الأرباح والخسائر، إلى أي مدى استفاد اليمن من هذه الهدنة؟ والميليشيا الحوثي دائما تخرق الهدنة، تهدد الملاحة، وتقوم أيضا حتى بالتأثير على الإمدادات الإنسانية لليمن. أولا الهدنة غير موجودة إلا في مخيال الناطقين الرسميين وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، ولأن لا توجد هدنة. الحوثيين يعني ما يقصفوا مدينة تعز، يقومون ب يعني استهداف مدينة مارب، لا توجد هدنة. الهدنة فقط أنهم لا يقصفون السعودية والإمارات، ولكن على مستوى الداخل هناك ضحايا وهناك قتلى وهناك انتهاكات مستمرة ودائمة. الحوثيين أذكياء جدا عندما يقولون أنهم لن يستمروا في الهدنة، هذا نوع من التوظيف والدهاء بحيث أنه يقنعك أنه ملتزم بالهدنة بينما لا توجد هدنة. وبالتالي أيضا هم استثمروا عنصرين رئيسيين، العنصر الأول طرف من أطراف النزاع، العنصر الثاني الذهاب في مفاوضات حول الأسرى، والعنصر الثالث الهدنة، بمعنى عندما تذهب إلى مفاوضات كطرف من أطراف النزاع فإنك تقطع مع توصيفك كجماعة انقلابية، وعندما تذهب في تفاوض حول الأسرى فإنك تذهب في تفاوض وكأنك هذا نوع من ما يسمى بالنوايا الحسنة للدخول في تفاوض سلام، وعندما تتحدث عن هدنة فأنك مستعد للدخول في بينما المشروع الإيراني واضح، الحوثيين واضحين، لأن المشروع الإيراني يقوم على ولاية الفقيه وعلى التفويض الإلهي. كيف يمكن لأي مجموعة وطنية أن تتحاور مع جماعة مسبقا تعتقد أنها لها الحق في حكم الشعب اليمني أو العراقي أو اللبناني أو غيره؟ بالتالي أنت لا تستطيع أن تتوصل مع هذه الجماعة إلى توافقات. هذه الجماعة تعتقد وهي أيضا تدرك أن هنالك يعني موافقة دولية على خلخلة دول منطقة الشرق الأوسط بكل ثرواتها، لأن عندما هذه المنطقة تتخلخل
عبارة أنها تكون ساحة موجودة للتدخلات الأجنبية. يصبح الحديث عن مشروع قومي عربي بعيد الاحتمال، الحديث عن وحدة إسلامية بعيد الاحتمال، لأن هذه الدول تحولت إلى مناطقية وشيعة وسنة. هذا مشروع تم تصميمه من خلال مفهومية الفوضى المنظمة، وتم تجريبه في العراق، والعراق الآن نحن نشاهده الآن، نشاهد هذه الفوضى المنظمة التي يعني عادت العراق الى الى العصور الغابرة، وكذلك يعني لبنان. وفق هذه الاستراتيجية دكتور، كيف تعتقد بأن إيران يعني تستخدم اليمن، ساحة اليمن، من أجل تطبيق هذه الاستراتيجية التي تفضلت بها؟ بالنسبة لليمن، طبعا في المخيال الإيراني قبل حتى الهدف الاستراتيجي، في المخيال هم يعتقدوا أنها كانت جزء من الإمبراطورية الفارسية، باعتبار أن آخر حاكم اليمن كان فارسيا ثم دخل الإسلام بذن، وبالتالي يعتقدوا أن هذا المجال الجغرافي امتداد للإمبراطورية الفارسية. لكن على المستوى السياسي المعاصر، هم الآن يعتقدوا أن الحوثيين أكثر أهمية من حزب الله، باعتبار أن لديهم هدف المملكة العربية السعودية. وأن تتخيل أن تكون هناك جماعة عقائدية ولاءها يتجاوز اليمن ويتجاوز القومية العربية ويتجاوز الإسلام نحو ولاية الفقيه على مقربة من السعودية، يمكن لها أن تدرب الجماعات العقائدية الشيعية في السعودية، يمكن لها أن تمدها بالسلاح والتدريب، ويمكن لهذه الجماعات أن تذهب إلى الحدود اليمنية والاختفاء. إذن أنت أصبحت قريب من الهدف، وهم هدفهم مكة والمدينة. بالتالي اثنين، تصبح السعودية مستنزفة، لأن حتى حرب العصابات وهذه الجماعات العقائدية، كما أن اليمن مخزن سلاح بالملايين، بمعنى أن من السهولة بمكان إمداد الجماعات الشيعية في المملكة العربية السعودية بالسلاح. وهذا أيضا هي إيران تدرك أن الغرب يريد ذلك، لأنه يريد السعودية أن تظل دائما بحاجة إلى حماية المملكة الولايات المتحدة الأمريكية وإلى السلاح الغربي وإلى الدعم الغربي. بالتالي هناك مصالح تلتقي مع إيران، حتى يلتقي مع مصالح إسرائيل بوضوح، لأن من الذي ساهم في إنهاء المشروع القومي العربي والإسلامي؟ نعم. إيران. إيران قدمت خدمات، وهي هذا الصراع الشكلي بين إسرائيل ويعني وإيران، يعني هو نوع من الاستثمار المصالح المشتركة، لأن إسرائيل تحاول أن تتحدث عن الخطر الإيراني بحيث أنها يتم استيعابها في المنطقة في الناتو السني، وإيران تحاول أن تتحدث عن محور المقاومة، وهي لا علاقة لها في المقاومة، بل لها علاقة في تآكل الدول الوطنية العربية. وإن ضرعنا إن ذهبت، لم تذهب إلى القدس، إلى استعارة القدس، وذهبت إلى سوريا، وذهبت إلى لبنان وعطلته، وذهبت اليمن وعطلته، وفي العراق وعطلته، ويمكن بلدان أخرى، وربما تحدث أزمات أيضا في بقية بلدان الخليج. أشكرك جزيلا دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء.